والفضيلة الشيخ وفقكم الله، لا شك أن التحذير من الغلو في التكفير أمر مطلوب، وهو من صميم الدعوة إلى الله، لكن يا فضيلة الشيخ يتعدى بعض الناس هذا الأمر بحيث يصف ويصم أهل العلم والمشتغلين بعقيدة السلف والرد على المخالف بأنهم خوارج وتكفيريين لكونهم يرون تكفير فعل من تحاكم إلى القوانين الوضعية مع تقريرهم لبقية مسائل الاعتقاد، وكثير من هؤلاء الواقعين برمي العلماء المعروفين بأنهم خوارج يستدلون ببعض الفتاوى الصادرة من كبار العلماء في هذا العصر في التحذير من الغلو في التكفير وينزلونها على هؤلاء، فهل من كلمة في هذا الأمر؟ ما فهمت من هذا السؤال إلا كلمة واحدة، وهو أنه يقول إن الذين يحكمون بكفر من حكم بغير ما أنزل الله أنه من الخوارج. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، قد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، قد يكون مأجورا إذا اجتهد وطلب الحق وحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد، أخطأ الحق وحكم بغير ما أنزل الله، ما هو عن تعمد وإنما عن اجتهاد اجتهده وأخطأ فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، ما هو بكل كفر أكبر ولا هو بكل كفر أصغر، وإنما لابد من التفصيل وتنزيل الأحكام على الوقائع. نعم.